عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة جريد 3، معاكم منهج الديسكفر من كتاب المعاصر و سيم 2 شابتر 1 وين habits change. هناخد النهاردة مع بعض lesson 5، هو ويرز داز ماكو ليف، أين يا ترى يعيش الماكو اللي هو طائر يشبه الببغاء. Activity: read and learn, then answer the following questions. In any habitat, في أي بيئة, there is interaction, يعني في تفاعل between living organism and each other, تفاعل بين أنواع مختلفة للكائنات الحية. Also there are an interaction between, أيضا برضو في تفاعل between living organism and non-living things، يعني في تفاعل كمان غير ان living organism تتفاعل مع بعضها، في كمان تفاعل between living and non-living organism، يعني تفاعل بين الكائنات الحية والأشياء الغير حية. زي ايه؟ Such as weather، الطقس، ده طبعا non-living، طبعا مع living organism يبقى living organism، وحاجة non-living زي الوزر، زي sun، زي soil، زي الروك، زي الووتر. example للتفاعل between، عشان نشوف التفاعل بين living organism and each other، يعني living organism مع living organism، زي hop eat snake، الصقور بتاكل الثعابين، الاثنين دول ايه؟ living organism. snake it's a frog، برضو السنيك living والفروج ني living، يبقى ده interaction between two living organism. grasshopper eats grass، برضو الجرادة بتاكل النبات، فالاثنين living organism. هل ده بس نوع التفاعل؟ لا، ما احنا اتفقنا ان فيه كمان interaction between living organism and non-living things، زي between rabbits make burrows into the soil، الرابت بيحفر في الصويل، طبعا الرابت ده living organism والصويل non-living، يبقى ده برضو في بينهم تفاعل، بيحفر في التربة. plant needs the sunlight and the soil، يبقى النبات ده living محتاج الصن، دي non-living، ومحتاج الصويل non-living برضو. green algae، الطحالب الخضراء، lives on rocks، بتعيش على الحجارة، on the water، معنى كده ان الحجارة دي non-living، بتعمل تفاعل مع living organism اللي هي green algae. طيب هنا البيج اللي بعدها، now we will see another animal and where it live، الوقتي هنتعرف على حيوان اخر ونشوف هو بيعيش فين، والحيوان معنا النهاردة ماكو. I live in warm weather، طبعا احنا خدنا ان هو بيعيش في بيئة الرين فورست، weather place such as rain forest. I make my home in trees. I eat nuts, fruit and insects. طبعا هو بيعيش في البيئة الحارة وبيعمل العش بتاعه على الأشجار، والأكل بتاعه nuts و fruits و insects. insects يعني حشرات. ماكو lives، choose ماكو lives in نقط habitat، هو قال هنا rain forest habitat، ماشي. the interaction in the previous paragraph، التفاعل في الباراجراف السابق، ماكو between اللي احنا خدناه عن الماكو، يا ترى ده كان تفاعل بين مين ومين؟ يا ترى كان living things only ولا non-living things only ولا living organism and non-living things؟ طبعا احنا لو تلاحظ هو قال لك الوذر، الوذر ده non-living، جميل. طيب وهنا كمان كان في tree، كان في nuts و fruits، يبقى هو living and non-living، يبقى هنختار number C، living organism and non-living things. طيب the non-living things in the previous paragraph، في الباراجراف السابق كان فيه اشياء غير حية، of a macro اللي تتفاعل مع الماكو، represent كانت التري ولا الويذر ولا الانسكس. التري اشجار، دي living، الانسكس كمان حشرات، دي living، لكن التفاعل مع non-living كان يبقى الويذر. نشوف بقى، نقلب البيج اللي بعدها. A
الجزء الثاني من الدرس Needs of Living Organism، احتياجات الكائنات الحية. Animals need food, water and shelter to live. تمام، دي عارفينها كويس قوي. When it's hard to find them، لو اتلقى صعوبة في الحصول عليهم، some animals move to جزر، بتمشي بتتحرك to other habitats، في بيئة تانية to look for their needs، بصراحة علشان تدور على احتياجاتها. For example zebras and elephants، الحمار الوحشي والأفيال، can walk many miles، بيمشوا أميال عديدة looking for، عشان يدوروا على الووتر. Butterflies، الفراشات، fly to South Africa، بتسافر بتهاجر لأمريكا لجنوب أفريقيا. تمام، in winter، في الشتاء، where is the weather، علشان تبحث عن طقس يكون warm and there is more food، وتجيب طعام أكتر. يبقى هنا عندي الانيمالز ما لما بتلاقي ان البيئه فيها مش بتديلها كل البيزك نيد اللي هي محتاجاها، بتضطر ان هو يعني يلجا لبيئه تانية يعوض فيها النقص بتاعه. فود انيمالز جيت فود ان ديفرنت، انيمالز جيت فود ان ديفرنت ويز، فور اكزامبل الكائنات الحيه بتحصل على غذائها بطرق عديده. لايون كاتش اذر انيمالز فور فود، الاسود بتقتنص الحيوانات علشان غذائها. رابتس ايت بلانت، بالنسبه مثلا في عندك كائنات برضو حيوانات بتاكل نباتات ساتش از رابت. راكونز، ده حيوان اسمه راكون. اند فولترز eat dead animals، طبعا النسور وحيوان الراكون دول بياكلوا dead، طبعا دول بياكلوا جماعة. eat dead animals يعني ايه؟ الحيوانات النافقة او الميتة. بالنسبة للشيلتر، ده طبعا برضو من الاحتياجات الاساسية برضو. animal also have different ways of getting shelter، بتعمل حاجات كتير جدا علشان تعمل لنفسها شيلتر، مأوى. عندك البيردز build nest in tree، والمولز اند مولز اند رابتس ميك هولز، بيعملوا المولز والرابتس بيعملوا هولز حفر. اول براوز وانفاق ان ذا سويل، طبعا ده تفاعل رياكشن بين ليفينج اند نون ليفينج. تيرتلز اند فروك كان هايد اندر روك، بيختفوا تحت ايه؟ الحجاره. يبقى هم ليفينج بيتفاعلوا برضو انتر اكشن مع حاجه تانية ايه؟ نون ليفينج. بالنسبه للووتر، animals have different ways to getting food to getting water، الانيمالز برضو بتدور على اماكن علشان تجيب بيها الميه. some animals drink water from ponds، طبعا عندك حيوانات بتتجه الى انها تشرب مباشره من المجاري المائيه ومن البادلز، برضو البادلز برضو يا جماعه اللي هي البركه، ومن من البونز اللي هي زي المستنقعات. Some animals drink water that is collected on plant leaves، زي عندك هنا الانت دي، طبعا هنا في نقطة مية متجمعة، ممكن من مطر، ممكن من condensation يعني من عمليات التكثف، في عندك نقط قطرات من المية دي. دي النملة الحمراء دي red ant drink water on green leaf، نقطة متجمعة على ورقة، فهي ورقة خضراء ورقة نبات. هنا البريفيوس باراجراف، الباراجراف كل الباراجراف السابق ده، احنا هنشوف هنا الرياكشن بتوين النون ليفينج والتفاعل بتاعه مع الليفينج. هو مديني مثال الروك، الروكس قال لك ان الروكس هنا التفاعل ايه؟ التيرتلز اند فروج كان هايد اندر روك، يبقى هو الكائنات الحيه زي التيرتل والفروج بيستخبوا تحتهم، فده طبعا تفاعل بين ليفينج ونون ليفينج. بالنسبه للسويل، السويل اللي هي التربه، احنا اتفقنا ان المولز اند رابتس ميك هولز اور براوز ان ذا سويل، بيعملوا حفر وانفاق في التربه، يبقى هو ده تفاعل بين السويل والسويل نون ليفينج مع الليفينج اللي هم المولز والرابتس. بالنسبه للووتر، انيمال درينك ووتر فروم بونز ستريم اند بادلز، الووتر ده طبعا ده نون ليفينج، بيتفاعل مع الليفينج اللي هي الانيمالز، وعندي انيمالز كتير جدا محتاجه طبعا للووتر، ما ادريش استغنوا عنه لانه يعتبر بيزك نيد. ثالث جزء عندنا it is the best habitat، البيئه الافضل. ocean habitat it is the largest habitat in an earth and represent in a salty ocean or sea water،
طبعا بيئه المحيط دي بيئه كبيره جدا وبتملأ اخذ مساحه كبيره جدا من الكره الارضيه، ودي عباره عن ماء مالح زي وزي ماء البحر. Now let's see the weather in ocean habitat. هنشوف الوقت الطقس في بيئة المحيطات ونعرف ايه هي انواع النباتات والانيمال بلانس والانيمال اللي كان live in this habitat. الويزر في بيئة الاوشن summer في الصيف rainy بيتبقى ممطر في الصيف and cold وبارد but winter it's snowy and cold. لا ده في بيئة المحيط in summer في فصل الصيف rainy وcold يعني في الصيف عنده في برد خلاص بس في الوينتر السنوي بيبقى فيه نازل تلج اند كول. بالنسبه للبلانس عندنا هنا سي جراس بتبقى فيه اعشاب مائيه وكمان عندي الجي طحالب. بالنسبه للانيمالز اللي كان ليف ان اوشن شارك اوكتوبوس اند ستار فيش. هنا عندي اكتيفيتي choose one animal that can survive well in ocean. احنا بقى اللي هنعمل الاكتيفيتي ده هندور على animal هنعمل سيرش عنه على النت يكون بيعيش في بيئه الاوشن. هنختار هنا الانيمال ونكتب اسمه هنقول كان ليف ان اوشن هابيتات. هاو داز ذا اوشن هابيتات ميد اتس نيد. يا ترى ايه هي الاحتياجات اللي بتوفرها له البيئه علشان يعيش. ويا ريت اجمع صوره هنا عن الانيمال اللي انا هختاره. هختار نوع تاني برضو من الانيمال ما ينفعش يعيش في البيئة دي وهذكر اسباب ان هو ما يقدرش يعيش في الهابيتات ده. بكده اولاد انا اكون خلصت معاكم ليسون 5 في تشابتر 1 في سيم 2. اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله مع ليسون 6 with you Miss Marwa Fate Science Teacher. Thank you and goodbye.